تتواصل فعاليات معرض الملتقى الأول للفنون التشكيلية المقام بجريدة الأهرام، والذي يهدف إلى تشجيع الشباب الفنانين لطرح أعمال جديدة تتسم بالأصالة والروح المصرية. كما يشجع الملتقى على ثقافة اقتناء العمل الفني مع أو من الفنان العارض مباشرة، ما يشكل حافزا للفنان لإنتاج أعمال فنية جديدة. الملتقى هو عبارة عن معرض فني تشكيلي جماعي بيضم فروع الفنون التشكيلية المختلفة، من نحت، من تصوير ضوئي، تصوير زيتي، زي ما نقول ايه بقى، حاجات كده مشغولات يدوية، برضو في حاجات اكسسوارز هاند ميد للأحجار الكريمة. بعتبره معرض متنوع، الهدف منه أصلا كذا حاجة. أولا ان انا بشجع الطاقات الإبداعية الجديدة للشباب ان هم يشاركوا، وده رافد مهم جدا احنا لازم نركز عليه، وخصوصا فناني الاقاليم قبل فناني القاهرة. انا شاركت في اكتر من معرض، طبعا عن التصوير الزيتي والرسم بالقلم الرصاص والخزف كمان، يعني في كذا نوع من انواع الفنون. الملتقى هنا مختلف ان هو يعني طبعا هو في القاهرة، ده رقم واحد، العاصمة ومركز الفنون نفسها، فطبعا ده حاجة يعني بتسري أكتر كمحفل في كمية الفنانين دي. الملتقى جاي من كلمة لقاء، فيعني احنا بنلتقي كمان مع بعض، بنتعرف أكتر، بنشوف شغل بعض، وده مهم جدا ان احنا نسمع نقد بعض. ده شيء يعني يشرفني جدا، ممكن يكون في حاجات تعجبني لناس تانية غيري، مش شرط انا شغلي بس، طبعا ده بيعمل تفتح أكتر للتذوق الفني.